مكسيكي رامون فواريز، تعود في الطرف الأيمن إلى مونوري، نقلة في وسط الميدان كال دامس، ساقط هذه ممتازة، مونوري 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 مونوري، يا الله إنهاء رائع كما كانت البداية روعة. ثم تحرك وطلب الكرة خلف الدفاع وصلته بالمقاس، بالمقاس الرائع عن يمين حارس المرمى هنريكوي ألفونسو مونوري. المباراة الثانية شوف لما لعب هذه التمريرة ثم اختراقه خلف الدفاع، يا سلام يا سلام على هذا التحرك وطلب الكرة والاختراق، وثم التمريرة الرائعة، رائع كال دامس، رائع كال دامس في التمريرة الأخيرة في إيصال الكرة في المكان الصح. انفرد بحارس المرمى مونورو، إنهاء أكثر من رائع في الشباك، أهداف للمنتخب المكسيكي. بداية سيرة الثانية، المكسيك تسجل مبكرا، يدوم فقط بعد دقيقة.